شيخنا بالنسبة للمنتخب الجارود ما درجته بين الكتب الحديث المعتبرة، وهل هو أولى فعلا من ابن ماجه أن يضم إلى الكتب الستة؟ بلا شك في رأيي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أن نقول إنه اسم على مسمى منطقة، لكن من حيث تنزيل منزلة ابن ماجة أو إقامته مكانه، القضية تحتاج إلى شيء من التأمل، لأن الكتاب كما تعلم مادته قليلة، فبالنسبة لهذه الناحية فإذا قبل بكتاب ابن ماجه، وابن ماجه جمع تقريبا كل أبواب الفقه والحديث وأورد فيها ما وصله من الأحاديث، بغض النظر عن أنه متساهل وأنه ذكر فيه كثيرا من الضعاف وبعض الموضوعات، فالقضية يجب أن ينظر إليها من ناحية نسبية. كتاب المنتقى ليس فيه أحاديث موضوعة، لكن ترى لو أنه توسع كما توسع ابن ماجه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا يكون موقفه؟ هذا أمر لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا قُبل كتابه على صغر حجمه وقلة مادته لسنن ابن ماجه فهو بلا شك يعني راجح عليه، وهو يعني مصفى أكثر منه، لكن مادته لا تروي ولا تشفي، فمن الحيثية فيها وقفة، لأنه حينما نقول ننزل هذا الكتاب مكان هذا الكتاب يجب أن يكون فيه ولاء وشفاء من حيث الكثرة أيضا، وهذا غير موجود. ولعلك تذكر أن الذي ذكره بعض علماء الحديث هو المصطلح، ولعل منهم الحافظ بن حجر العسقلاني، أن سنن ابن ماجه المعروف بعض المحدثين، عفوا، أن سنن الدارمي المعروف عند بعض المحدثين بمسند الدارمي هو الذي يليق أن ينزل بديل سنن ابن ماجه، لأنه أولا مادته وزيرة وكثيرة، وثانيا هو خال من مثل ما في ابن ماجه من الكثير من الضعاف والقليل من الموضوعات. هذا قد قيل وهو قول مقبول، أما المنتقى فكما سمعت. طب بالنسبة لجميعكم من الزوائد منتخب الجارود، يعني نعرف شيء عن هذا العمل؟ هو من جملة المشاريع التي انشرعت فيها ولم يسأل لي إتمامها، لذلك في مجال لأي طالب علم أن يقوم بهذا العمل. طيب شفنا بالنسبة للرجل أي باحث يريد أن يجمع زوائد أي كتاب على الصحيحين أو على الكتب الستة، ما هي الخطة المعتبرة في جمع الزوائد؟ على حسب إذا كان يريد أن يجمع الزوائد عن الشيخين فهو يبتعد عن كل ما أخرجه الشيخان بأسانيدهما المتصلة، ويأتي بما سوى ذلك من الأحاديث التي لم يرويها، وله أن يلتزم الصحة
أو أن يلتزم ما هو أكثر من ذلك مع البيان. المهم أنه يروي أو يستصفي ما ليس في الصحيحين من مما يغلب عليها أنها مسنة وليست معرفة. فإذا كان هناك مثلا في الصحيحين وبخاصة في البخاري لأن فيه أحاديث معلقة كثيرة فهو يستطيع أن يأتي بزوائد من بعض الكتب الأخرى ولو كانت موجودة في البخاري معلقة لأن أحاديث معلقة كما توفاك لا حكم غير حكم الأحاديث المسندة في الصحيح.